أتيت لكم اليوم بوصفات سحرية من أجل استخراج الجمال الداخلي. Let's go. السلام عليكم، أنا اسمي زهرة. فيديو اليوم هو للمشاركة في أسبوع اليوتيوب للمرأة العربية على بودكاست عربية، والموضوع الذي سأشارك به يتمحور حول جمال الداخلي. ولكن قبل أن نتحدث في هذا الموضوع الجمال الداخلي، تعالوا نتأمل معا في سيرة نساء نجحن وبرزن في هذا العالم. مثلا أوبرا امرأة ناجحة جدا في المجال الإعلامي، ولكن إذا صادفنا أو بحثنا مقالات تتحدث عنها سنجدهم يتحدثون عن شخصيتها القوية، عن إرادتها الصلبة، عن قوتها وعن إنسانيتها الظاهرة في برامجها، وقليلا جدا ما نجدهم يتحدثون عن أناقتها، عن شكلها، عن لونها، عن وزنها، عن أي شيء خارجي، قليل جدا. فإذا لماذا نحن نضخم أمر الأناقة والجمال الخارجي؟ أنا لا أقلل من الأمر، أنا لا أقلل من أمر الجمال الخارجي، أنا أيضا فتاة وأحب أن أكون جميلة من الخارج، ولكن لا يجب أن نضخم الأمر، لا يجب أن نضخم أمر الجمال، أمر الميك اب، أمر الأناقة، أمر الموضة. لهذا أتيت لكم اليوم بوصفات سحرية من أجل استخراج الجمال الداخلي. Let's go. أولا، امزجي قليلا من غض البصر مع كحل عينيك، فستصبح عينيك أكثر بريقا وصفاء. أما بالنسبة لشفتيك فضعي لمسات من الصدق مع أحمر الشفاه، فستصبح أكثر جمالا. أما بالنسبة لأحمر الخدود فأنا أنصحك بماركة الحياء، ماركة الحياء وليس الخجل. انتبهي، هناك فرق كبير بين الحياء والخجل. أما بالنسبة للزينة، ومن منا لا تحب الزينة أو الأكسسوارات، فأنا أنصحك بقلادة الأدب، فهو يليق بكل المناسبات. أما يديك فجملهن بخاتم التسامح. هذا الجمال يا حبيبتي لن تجديه في أي مكان، هذا الجمال يا عزيزتي هو في مدينة الأخلاق، فانتهزي الفرصة والتحقي بهذه المدينة قبل فوات الأوان. وأيضا إذا أردت جمالا يزين عقلا وجسدا، فما عليك سوى بعادة الابتسامة والبساطة، وصدقيني البساطة هي سر جمال هذا الكون. وتذكري دوما أن جمال النفوس أغلى وأسمى من أي شيء. وفي الأخير يؤسفني عزيزتي أن أخبرك بأن هذا العالم أصبح ممتلئ وممتلئ وممتلئ بالنسخ، والعالم والبشرية الآن بحاجة إلى أشخاص حقيقيين، إلى أشخاص لا يمثلون، إلى أشخاص يحبون ومقتنعين بذاتهم وبأنفسهم، وذلك ليستطيعون منح هذا العالم القليل من الحب والإيجابية. لذلك كوني أنت كيفما كنت، مثلما كنت، ارتدي الابتسامة وتزيني بالأخلاق لتصبحي أجمل من أي جميلة في هذا الكون. وتذكري دوما اترك العنان لجمالك الداخلي أن يخرج إلى العالم، كما يقول القائل يصنع الصانعون وردا وتبقى وردة الروض لا تضارع شكلا. انتهى هذا الفيديو، من هنا إلى أن ألقاكم في الفيديو القادم، حافظوا على ابتسامتكم، دمتم في رعاية الله وحفظه. تشاو تشاو.